ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا، وما زال حديثنا مستمر عن التقليعات الشبابية. ويسعدنا أيضا يشاركنا حلقة اليوم الموديل ومصمم الأزياء زياد سمير، وأيضا الموديل زكريا مخدوم. وأرحب مرة ثانية بنجم الحلقة علي الشريف، شرفتونا اليوم في استديو ساعة شباب. أهلا وسهلا، حياكم الله، مشرفين اليوم ومستمتعين ومستانسين. احنا وعلي طبعا، ما اعرف علي ما تعضد معي في بداية الحلقة، حاولوا تكونوا معي في لانه لم يعني ما اعرف خليكم منصفين وعادلين في النهايه. احنا داخلين حرب يعني عادي. ايش هو؟ ما احنا داخلين حرب. لا ابدا، مو حربيه، مجرد اثبات وجهه نظر، واحتاج يعني احد من الشباب. عموما ما نختلف ولا السالفه وما فيها، الكاميرتين راحت عنده. لا اله الا الله. طيب عموما احنا طبعا بدايه قبل ما ابدا معكم زكريا وزياد، في عندنا يعني ابغى ادخل مداخله كده سريعه مع علي، عشان وعدته باسئله وابغى اعرف تحديدا علاقتك علي بالضبط بالموضه كيف تشكلت، لانه عارفين انه مؤخرا صار عندك اهتمام كبير وصار واضح في الانستغرام، وصار حتى في تشكيله مختلفه، ما هو شيء واحد، وايضا في نفس الوقت جريئه. فابغى اعرف هل هو اهتمام قديم وفجأة ظهر، ولا هو طرأ على حياتك شيء جديد فبدأت توضحه؟ طيب أول شيء، أنا ما أعتبر نفسي موديل، أوكي، مو يعني تقليلا في الموديل أو شيء زي كذا، لا أنا ما أعتبر نفسي موديل. أنا كل اللي قاعد أسويه اللي هو، أنا أعتبر الإنستغرام هو منصة أنت تعرض فيها الأشياء اللي تعجبك أو اللي تحس إن هي تعكس من شخصيتك، سواء عادي حتى لو أنا ممكن رحت فرنسا مثلا شفت لوحة حلوة راح احطها على الانستغرام. فانا احس الموضه واللبس بشكل عام هو نوع من نوع الفن برضو، يعني تتفنن كيف تلبس وكذا ومش عارف ايش. طبعا زي ما قلنا اول، مو بطريقه مبالغه. موضوع الموضه وكذا هو من زمان تقريبا، يعني انا عندي اهتمام وكذا، بس ما عندي يعني، ما اعتبر نفسي انا مره ذاك المهووس بهذا المجال، بس احب اني اعرض الاشياء هذه على الانستغرام. وفي كذا تعليق يعني بعد ما دخلت مجال التمثيل والإعلام وكذا، يعني أنا كنت غير مستقصد، يعني كنت ألبس اللي أنا حاسس أنا ألبس وكذا، فكان كثير يقولوا لي ليش ما يعلقوا على لبسك كيف كان وكيف. أيوة، فبيقولوا لي ليش ما تعمل لك مثلا لاين على الإنستغرام، مثلا تعمل الستايلينج حقه وكذا وتعرضه. فكانت فكرة حلوة وأخذتها يعني، ولقيت إقبال. إيه حلو. طب حلو، خليني أرجع لكم. أكيد زياد وسمير معي، وراح أسأل زياد وزكريا معايا، أسألكم عن الاختلاف اللي عندكم. اهتمامكم بالموضة بدأ معاكم من زمان نقدر نقول، وفترة طويلة خصوصا كمصمم أزياء زياد أو كموديل زكريا. فنبغى نعرف لدرجة أيضا ابتكار بعض القطع عشان أنتوا تلبسوها وتكونوا متميزين عن غيركم من المصممين أو الموديل الموجودين على إنستغرام. فياريت تبدا معايا زياد، هل تعتقدوا برايكم انكم تخطيتوا الحد ولا لا؟ ايوه انا بالنسبه لي ايوه. اوكي، من اي ناحيه؟ من ناحيه الجراءه. ما اعتقد انه لسه في تقبل للشيء ده، او انه عندنا خلاص اعتقاد انه هو رجال. كان اول الاعتقاد انه توب، بعد كده صار لما نلبس بنطلون وبلوزه، ولا زال في ناس برضه عندهم فكره انه لا، يعني تلبس بنطلون وبلوزه انت مو رجال. في لسه ناس عندهم ذا الاعتقاد، وفي ناس خلاص تخطوا ذا الاعتقاد، صار خلاص الرجال اوكي ممكن يلبس بنطلون وبلوزه. بعد كده لما صار الرجال يلبس كمان شويه اشياء زياده وصار يحط اكسسوارات زياده، صاروا مو متقبلينها شويه، تقبلوها كأساور كسلاسل كذي الأشياء. فكل حاجة تأخذ وقتها بعدين يتقبلوها. مقاومة في استهزاء في اتباع لأي قاعدة جديدة وأي جديد محارب، أكيد زي ما احنا عارفين قاعدة هي معروفة. طب وزكريا إيش رأيك؟ أنا أحس أصلا أنه موضوع يكون تقليع أو ترند بالإنجليزي له هدف أنه يكون في الماركتينج. فأنا لما أنزل شيء غريب الناس حتتفرج، لو حنزل زي ما الناس بتلبس يعني تبي تلفت انظار على السوشيال ميديا. هو لفت نظر من نفس البراندز قبل ما يكون من نفسي انا كموديل. انا كان عندي براند تقول لي مثلا بنزل اللاين هذا، اقوم اختار اغرب شيء في اللاين واقول لهم انا البسه، حيقولوا لي ليه غريب هذا، اقول لهم لا هذا اللي حيخلي الناس تتفرج على بقيه اللاين. يعني ما بتلاحظوا انك تخطيت اي حدود ابدا؟ هو لازم يكون في تخطي حدود لانه كده الاتنشن يجي. حلوة الصراحة يا جماعة، والله عجبتني الصراحة. لا لا، هو الوضوح يعني حتى الاختلاف واضح بينكم. علي واضح انه هو لا بيقول لك انه هي ثقافة، وانه الشيء اللي انت تلبسه بيظهر شخصيتك وكانك انت مين. ممكن انت اخذينها يعني طريقة ثانية، قد انه ماشيين في نفس المجال لكن الطريقة تختلف. تفضل علي. لا ما احنا انا اختلف معاهم يعني، مع احترامي هذا.
انا ما اشوف، انا اشوف هو اكثر يعبر عن انت ايش حاسس، انا ايش ابغى البس. اي هم بقول لك وجهه نظرهم تختلف تماما، هي ما هي كذا بالنسبه لهم. صحيح. طريقه مختلفه. طب خليني اسالكم زياد وزكريا، ابعرف الا يعني في خلينا ابدا معك يا زكريا. اول شيء تستهويك موضوع، انت قاعد تقول كلام انه ابغى اشوف اغرب شيء في الناين. واكثر شيء ملفت. تستهويك موضة غيرك يعني حتى لو كانت مختلفه عن اسلوبك؟ كيف يعني؟ مثلا انا يعجبني لو انا مثلا البس اكثر شيء اللي هو شخص ثاني لابس ملابس مختلفه عنك وموضه مختلفه، مو نفس ستايلك يعني، بس شيء غريب. ايوه عادي بالعكس، اتفرج واقول والله شيء جيد، انا ما فكرت البسه بس شخص ثاني فكر. حب الشيء الغريب. ايوه عادي بالعكس، جراب ماي اتنشن زي اي بشر، لما نشوف انت شيء غريب يا دي الاتنشن اللي متعبك يا زكريا. لا صراحه احس الموضه اتنشن، انا بالنسبه لي يعني شيء يريحني واللي يعكس شخصيتي، اجلس بملابس مره مريحه في حياتي. اوكي. بس ليش حكايه الاهتمام؟ الاهتمام في الفاشن انا صراحه مطلوب. بدا معايا تقدر تقول المطلوب. ايوه المطلوب. انا بدا معايا كيف، انا ما كنت افكر اسوي موديلنج ولا هذا الشيء، بس كان عندي اللي هو واحد من الشباب اصحابي فتح محل حق ملابس، فقال لي ابغى اسوي فوتوشوت او شيء زي كذا، فبدا الموضوع انه ستايلينج ايش يضبط مع ايش، فهذا هو كذا بدا معايا. فانا لما وصلت لمرحله انه طيب ايش اخر شيء في الموضوع، هو اتنشن، هو لما فلان يلبس زي كذا لفت انتباه لشخصك. لفت انتباه. انا لما شخص اشوفه لابس شيء مو زي ما انا بس عجبني ولفت انتباهي، فهو يستحق التقدير. طيب. احنا بنشوف صور لك، معليش في الكلمه هذه بس معليش يعني، هذه حتدور في اذهان الناس. وخلينا نسالها كده صريحه، ما تخاف انه لفت الانتباه هذا زكريا يكون يعني يكون بزياده عن شخصيتك، يعني ما يعطيك حجمك؟ يعني الواحد ليه يقول لك لا تلبس حاجه ممكن في مثل يقول لك لا تلبس حاجه اغلى من قيمتك الداخليه، من فكرك، من شخصيتك، من عطائك في الحياه. ما تخاف من هذا التريك؟ في مثل كمان احسن من دام كل اللي يعجبك كل بس اللي يعجب الناس. ايوه صراحه هذه كانت فكره انه كيف ممكن اخلي اللبس العادي يطلع غريب. اللبس اللي انا لابسه مره عادي، بس استخدمت انا السين الشيء الخارجي للموضوع عشان اسوي ماركتينج. انا هدفي في ذا الموضوع مو صور لي، ما هي بيرسونال. علي ابغى اعرف وجهه نظرك في كلامه، ايش تتفق في ايش وتختلف في ايش؟ وجهه نظر، وجهه نظر بس. لا حقيقه يعني لا، انا للامانه انا اختلف شويه، لانه اتوقع انه انت زكريا يعني او يعني يا زكريا ممكن التوجه حقه شويه انه يكون غريب وكذا احساس لفت النظر. انا بالنسبه لي يعني اشوف هذا، اشوفه ترند هذا تشوفه. اوكي اوكي جميل. طيب عشان بس في مشكله في المايك الان حيصلحوها. انت بتقول انه مو شايفينه ترند، شايفينه بطريقه ثانيه. وعندي سؤال صراحه لزياد حابه اسالك، هو بما انك مصمم زياد بنعرف لين لين فين وصلت جرأتك في ابتكار التصاميم الغريبه والتميز فيها كملابس رجاليه، وهل بتلاحظ انه من ناحيه اخرى بدات تستفز بعض التصاميم اللي موجودين حولك او المتابعين لك على السوشيال ميديا؟ صح، بس بدأت استفزهم لأنه صرت أدخل عليها قطع زي اللي كده زي دي الأشياء، فكثيرة ما يتقبلوا ذا الشيء لأنه يقول لك لا خلاص إحنا عارفين. إيش زي هذا؟ إيش تقصد بالقطع؟ إيش هي؟ إيش تعتبر هذه قطع إضافية؟ أنا خليني أكون صريح معك، أول ما شفتك في الـ في الـ في الروم الجيست روم قلت هذه زي اللي كانوا لبس شيف، يعني فوق الياقة الريش الموجود في الياقة نفسها، السلسلة نازلة من النص والكم المختلف. أوكي this is trendy. بس النزله اللي تحت، النزله اللي تحت هذه ما هي من القميص، هذه من نفس البنطلون، من نفس البنطلون قطعه ثانيه مع البنطلون. أيه. من قدام ومن ورا. ليش؟ طيب ايش فكرتها؟ حبك للتصاميم الغريبه، ليش دائما زياد اذا شفنا زياد وتابعناه على السوشيال ميديا دائما يتميز بالتصاميم الغريبه والجريئه واللي هو بس يلبسها، ما نشوفه انه مثلا شباب ثانيين ممكن يقلدوا نفس ستايلك او ممكن ما يضبط معاهم، بس انت بتصمم التصاميم اللي انت بتلبسها وبتتميز فيها، فقل لي ليش؟ لانه هذه اللي انا احس فيها زي ما هو برضه علي نفس الشيء بيقول لك الملابس اللي هو بيلبسها منه من احساسه. يعني هو مو انه يلبسها عشان ياخذ شهره بيها، لا هو لبسها لانه هذه شخصيته، فالناس لفتها وصاروا يطالعوا فيه انه واو بيلبس، بيغير في لبسه، بيغير في ستايله، بس هو شايف انه هذا ستايله، هذا هو مو عاملها عشان عشان يسوي شيء او يسوق لحاجه او يعمل حاجه. صحيح. فزكريا مثلا بيسوق لشيء، انا قاعد اسوي شيء انا برضه،
وبسوق. بس شخصك يعني ما هو باب رزق لك مدخل مكتول؟ لا جاني منه يعني، هذا اللي خلاني ان انا. بس ما هو اساس في حياتك؟ لا ما هو اساس في حياتي طبعا. طب ارجع اسالك نفس السؤال، ما تخاف من الناس تقيمك انه شخصك او لبسك اعلى من شخصك الداخلي؟ لا برضه لا. او ما فكرت انه مثلا انك تغير عشان الناس اللي استفزيتهم حولك؟ والله انت قلت لي سالتك انه في ناس كثير استفزهم الموضوع أكيد. من اللي حولك، فما فكرت انه انت تغير عشان ترضيهم مثلا؟ بس لقيت انه الفتره الاخيره صار في اعجاب اكثر من الاستفزاز. اوكي يعني صار في ناس كثيره بيقولوا حلو، واو، كمل، اوكي، زيد، اعمل. يعني يوم طلعت المره اللي فاتت كنت لابس البوتاي اللي هي البرش، ايوه، عملت ضجه وسويت منها مره كثير والوان وتباعت. ف هذه لازم نسوي زيها الفراغ. في منها الوان بينك؟ لا ما يعني في الوان سبحان الله تنفع شخصيات وما تنفع ومو شيء، بس في ناس تحكم للاسف الالوان، والمشكله صحيح. يعني الواحد المفروض يكون انضج من كذا، بس في الوان كانت جريئه زي البينك والوان زاهية أكثر يعني، والشباب يبعدوا عنها غالبا، بس هي ما هي غلط إن الشباب يلبسوها. إيش فكرتها كألوان؟ أنا يعني أكون جريء شوية في الألوان، ما عندي جرأة كثير في الألوان. يعني ممكن أحط مثلا بينك بس ما يكون توتال بينك، أو أحط مثلا لون بس يدخل جريء. في يكون تاتش بس ما يكون شيء كامل. أنا بعرف وجه النظر علي في اليوم يعني مستلمك. لا حقيقة والله علي، بس إيش رأيك في النقاط اللي ذكرها زياد؟ والله شوف يعني في أشياء أوكي أتفق معاه فيها، بس أنا أهم شيء يعني أنا يعني شايل يعني في بالي كثير موضوع التعليقات اللي كانوا يتكلموا على الإسلام وكذا. أبغى أذكر نقطة. أوكي أنا كنت عايش في أسبانيا تقريبا سنة ونص، قاعد في أسبانيا. صحيح. من ضمن قعدتي هناك كنت الهدف الأساسي يكون منها أن أدرس موسيقى. أخذت كان عندي أسبوعين تقريبا أوف، وأخذت فيها فاشن كورس أسبوعين. حلو. الكورس كان اللي هو أب سايكلينج، اللي هو كيف اللي هو ضد إنك أنت تروح تشتري ملابس، إنك أنت كيف تسخر أشياء من عندك وتقطعها بالضبط، تعيد حياكتها وكذا بحيث إنك ترجع تلبسها. فكان من ضمن الكورس يعني شيء مرة مهم، انه كانوا يجيبوا لنا ريفرنسز. انا ليش مره احب اسبانيا؟ عشان فيها ثقافه اسلاميه. فكان يجيبوا لنا ريفرنسز، تخيل في الفاشن، انه من ايام لما كانت المسلمين كانوا المسلمين هناك في الاندلس كانوا يهتموا مره كثير بموضوع اللبس سواء للرجال ولا للنساء. فكان عندهم الفن مره عالي سواء في موسيقى او ملابس وكذا. صحيح. وكان مره يعكس اشياء كثير، فكان في صور كثير يجيبوها ريفرنسز من مسلمين هناك وعرب، وحتى اليهود اللي كانوا ساكنين هناك من شعراء وكذا. كان حتى لو تروح غرناطة تلاقي تماثيل صحيح لهم وكذا، شعراء وكيف طريقة لبسهم وكذا. يعني الفن كان في تاريخ عندنا في الفن حتى في الملابس وغيرها من الفنون. 100% طبعاً. عشان كذا أنا هذا همي، إنه ترى هي الثقافة. يمكن إحنا عشان هنا في الخليج وكذا متعودين دائماً لبس أبيض وكذا شوية في جفاف. هي بالضبط. يعني أنا مثلاً لو أسأل سؤال مثلاً للناس اللي قاعدين تتعلق في تويتر وكذا، ايش فايدة الغترة مثلا ولا الشمار؟ ليش كانوا يلبسوها؟ طب احنا السؤال هذا حنسيبه للناس يجاوبوا عليه. ابلش اكيد طبعا، بس ابغى سؤال على السريع كل واحد منكم يجاوبني عليه. مين برايك جريء اكثر في التقليعات، الشباب ولا البنات علي؟ اثنينهم، بس بالنسبة عندنا في الخليج الناس يطالعوا للشباب اكثر. يعني لو البنت يعني اقلعت ما راح يطالع فيه انه ايش هذا، بس لو الولد الا. واكيد زياد مين برايك؟ برضو متفق معه في الكلام، نفس الرأي. وزكريا من اللي أكثر تقليعات، الشباب ولا البنات؟ مين جريء أكثر؟ ممكن الشباب. شباب حلوة الصراحة. ومشاهدينا مستمرين بحلقتنا اليوم عن أغرب التقليعات الشبابية مع أو ضد هذا الموضوع. حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل، لا تروحوا بعيد.